أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الناس في أسبوع. معايير الجمال تختلف عبر الزمن، لذلك اليوم ضيفتنا عارضة أزياء سعودية صاحبة جسم ممتلئ، وهي الأولى وأصبحت رمز للثقة بالذات والإيجابية فيما يتعلق بأشكال الجسم المختلفة من أول ظهور لها على المنصة عام 2018. طبعا بعدها شاركت في عروض أزياء عدة حول العالم ولفتت نظر الكثير. تنضم لنا في الاستديو غالية أمين. هلا وسهلا في غالية. أهلا رقية، كيف حالك؟ نورتينا. منورة بوجودك. طبعا أنت ما شاء الله من بدأتي في الإعلام من البداية وأنت مهتمة في الموضة والأزياء والجمال. أيوة طبعا. بعدها دخلتي صرتي في عرض الأزياء أو الموديل. أيوة. ومن نوع مختلف أو جديد عندنا اللي هو الجسم الممتلئ. هل مريتي في مرحلة قبل ما تكونين موديل ما انت راضية عن شكل جسمك، ولا ما مريت فيها ابدا؟ لا، ما مريت في هذه المرحلة. مريت في مرحلة انه لما كنت اجي اتكلم على الموضة، يعني الناس يقولوا لي مثلا ما تقدر تتكلمي على الموضة وانت كده شكل جسمك مثلا. بس انا في نظري دائما هي الصحة اهم شيء، مو شكل الجسم. واي بنت تحب الموضة وتبغى طبعا تلبس الملابس الحلوة مهما كان شكل جسمها او مهما كان وزنها. صح، ما جاوبتين إيش؟ يعني الآن البنات بيسوون أشياء حتى يضروا أنفسهم، إن كان عمليات أو إبرة أو أدوية وأعشاب عشان ينزلون أوزانهم. أنت ما مريت في مرحلة حسيت أنك ما أنت راضية عن جسمك أو تبي تنزلين وزنك؟ لا، ما مريت في مرحلة زي كده، أنه ما حاولت أضر نفسي، لأنه أنا من وأنا صغيرة عندي الصحة من جد هي أهم شيء. يعني على قد ما يزيد وزني أو ينقص دائما أسوي رياضة، دائما ألعب سكواش. يعني ماني مو بس أقعد وأقول خلاص أنا وزني زايد، ما أقدر ألعب رياضة، ما أقدر أكون هيلثي، ما أقدر أكون صحية وأكون موجودة قدام التلفزيون، وكمان بقدم برنامج يكون على الموضة وعلى الأزياء. بالعكس، هم أكثر البنات ولا أغلب البنات يحتاجوا إنه واحدة تكون تشبههم، تقول لهم كيف يلبسوا، كيف يطلعوا في التلفزيون، كيف يتصوروا، كيف كل هذه الأشياء. طبعا الكلام البنات اللي إحنا نحبه. أكيد. طيب حلو، أنت قلتي لي إنه كانوا يقولوا لك كيف أنت بهذا الوزن وتتكلمي عن الموضة. أيوة صحيح. كيف قررت تصيري موديل؟ طيب لما بدأت كثير من السوشيال ميديا الصراحة، صاروا الناس كثير يقولوا لي إنه ليه ما تورينا كيف تلبسي ده الشيء، من فين بتلاقي ملابسك؟ طبعا أنا مقاسي موجود في السوق، بس وأنا صغيرة مثلا كنت أنحف من كده، بس مقاسي ما كان فيه. ليش؟ يعني صعب كنت ألاقي على تدويرة جسمي مثلا. مرة كان أصعب المقاسات زمان ألاقيها في السوق، بس الحين الأشياء متواجدة بالذات آخر كم سنة. بس أول ما بدأت أطلع يعني أنه على أتكلم على الموضة وكذا، كانوا يقولوا لي أنه دائما روحي أنحفي، بس أنا ما أحس، بالعكس هذا تشالنج لي أنه أنا أعرف كيف ألبس نفسي وكيف البنات يشوفوني أنه كيف أنا بلبس، عشان يقدروا كمان يقتدوا بهذا المبدأ أو هذه الفكرة. أبدا ما كانت يأثر عليك؟ لا صراحة، زمان كنت يعني ما أحد يقول لي أنحفي كنت يعني أسكت، ما أغلق أو أضحك. بس بعدين صرت أحيانا أرد شوية، أنا أقول يعني زينك تحديتيهم. أيوة. حتى لو مو عاجبكم أنا عاجبني طلعت يعني في النهاية وأكون. أيوة. صرتي. طيب في مهنة عرض الأزياء، إيش الصعوبات اللي ممكن البنت تواجهها أيا كان وزنها؟ شوفي، جسم البنات مرة دائما أوزاننا تختلف، يعني أنه تكوني وزن ثابت حتى في البلس سايز موديلينج يقولوا لك لازم دائما يكون مقاسك ثابت، وهذا شيء صعب البنات يحافظوا عليه لو مثلا ما بيسوي رياضة أو مثلا مسافرين كثير والميلز حقتهم تختلف والأكسرسايز حقتهم تختلف. فهذا شيء من الأشياء الصعبة اللي تواجهك في عالم الموديلينج بالذات، مو عالم الأزياء. ما قد واجهك كذا موقف معين كان صعب عليك؟ الموقف الوحيد اللي أحسه صعب في البداية لما جيت أقدم برنامج على الموضة وقالوا لي روحي أنحفي وأرجعي، هذا حسيته شيء يعني قلت ممكن زعلت شوية، بس ما أثر فيه كثير. أنا كنت ستايلست و I loved what I do، يعني I was a stylist anyways، يعني جاني اللي أبغاه بعد أقل من سنة صراحة. هذا قبل كم؟ كان 5 سنين 6 سنين. إيه خلاص الحين ما في الحين. لو واحدة تقول لك روحي أنا حبي وأنت يا ويلها أنا حبي تعالي يا ويلها منك يا ويلها من أي أحد. خلاص اليوم يعني صار الجمال غير محدود، لا في اللون، لا في الجسم، لا في الوزن، لا في يعني الموضوع مرة منتشر في الخارج، فكمان لازم يكون منتشر عندنا كثير والناس تقبلونه. خلاص لازم اللي بيلبسوا الأزياء يكونوا ناس يشبهونه. يعني أول كانت الموديل يعني في تمبلت معين، مثلا طويلة طول معين 170. احنا حتى في العالم العربي الافرج حقنا حتى في الطول ما هو 170 او اطول.
فإحنا بنلبس الملابس نبغى نشوفها على نفسنا، مو على الناس ما يشبهونا ما نعرف مين هم، فاهمة قصدي؟ يعني نبغى نشوف واحدة شكلها زينا، جسمها زينا، ألوانها زينا، فكده إحنا حيكون أقرب لنا الموضوع. أهلا بالسمنة. أنت جالسة تشجعينا ترى دخل علينا رمضان. لا لا طبعا أنا دائما دائما قبل الوزن، أنا دائما مع الصحة قبل أي شيء طبعا. أي أكيد. طيب إيش توجهين رسالة غالية للبنات اللي مو قادرين يتقبلون أنفسهم، مو راضين عن أجسامهم؟ صراحة أحس إن الواحد لازم يحب نفسه من جوا قبل ما يحب شكله من برا. يعني لو هي البنت ما هي راضية عن جسمها، قبل ما تحاول تغير شكلها الخارجي تحاول تشوف إيش مزعلها من جد من جوا نفسها، مو بس من الشكل الخارجي. والشكل الخارجي أسهل الأشياء اللي ممكن تتغير، صح. ما هي من أصعب الأشياء. أصعب شيء ممكن تغيري لو أنت زعلانة من جد من جوا، يعني من جوا قلبك، هذا لو تغيرتي كده وقتها حتكوني راضية عن نفسك بأي طريقة أو بأي شكل أنت تكوني فيه. صح كلامك. بس بعدين غير الجوة ترى نزول الوزن صعب. طبعا نزول الوزن صعب. بس ما قد حاولت تنزلي وزنك؟ أنا على حسب صراحة طريقة حياتي، ما عمري سويت اقتديت بدايت معين. لا. بس بعض الأحيان يكون نفسي أكل هيلثي، بعض الأحيان يكون نفسي أكل مو هيلثي، بس رياضتي ما تتغير. ما شاء الله عليك. بس الرياضة ما ليها دخل في الوزن، هذا الشيء كمان أنا من أول الناس لازم يعرفوه، صح؟ أيوه، الرياضة ما ليها دخل في الوزن at all، يعني هو الأكل اللي ليه دخل في الوزن. صح. وطبعاً لو أحد حاسس إنه يحتاج يشوف دكتور أو نيوتريشنست، لازم من أول الأشياء اللي يسويها لمن يحاول ينزل وزنه. صحيح. Yeah. طيب إيش الجديد عند غالية؟ والله مرة في بروجكتس كثيرة حلوة، لأنه الناس واحدة. ما أقدر أقول أسماء البراندز المشكلة. طب أوكي بشكل عام يعني في كامبينز كثيرة صارت بتتقبل أنه يدخلوا البلس سايز موديل. والبلس سايز موديل طبعا مو بس انا واحده موجوده في العالم العربي، في كذا واحده انا مره فخوره فيهم، لانه بيعرضوا الازياء على جسمهم والبنات بيشوفوا، حتى لو واحده شكل جسمها مختلف، يعني مو بس نحيفه وطويله، يعني تعدي في الشارع تشوف البيلبورد بس واحده نحيفه وطويله وخلاص، يعني تقولي يمكن ما يطلع حلو علي اللبس، بس لو شفتي واحده جسمها يشبه جسمك اكثر حتقولي الله انا ابغى اشتري ذا الشيء. يعني حتى شفتي في النيو ويب سايت صاروا يحطوا الميجرمنتس حقت الموديل وكذا جسم مختلف. أي لما صح. تجي اونلاين شوبينج تسوي، انا دائما اشتري من الويب سايت اللي اشوف اقرب جسم لي، اقول الله ده حلو شكله، فاعرف لو من اشتريه كيف حيطلع شكله علي انا من غير ما يجيني لبس واقول ايش ده، هذا مين ده اللي طلبه. من جد كذا بنات اهلا بالسمنه، الان جاي رمضان غالية مثال تشجعنا. شكرا لوجودك معنا اليوم غالية، نورتينا. الله يوفقك يا رب، نشوفك في العالمية.